ارش كده اهوت. شايفين شايفين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هقول لكم على اقوى خلطة ازاي اللي انت تنظفي بيها الازاز وتدي لك يعني لمعة جميلة جدا جدا، وكمان اللي انت تشيل اي اوساخ كده على الازاز او المرايات او اي حاجة عندك يعني بالخلطة ديت. يعني هي بصراحة رهيبة جدا. انا كنت انا مصوراها قبل كده في فيديو عملي وانا بعملها، بس انا النهاردة يعني هقدمها لكم وهقول لكم المكونات انا عملت ايه، وهقول لك برضو ازاي انت هتنضفي المراية او الازاز يعني بمكون يعني ما يخطرش على بال اي حد يعني. فنشوف مع بعض بقى ايه هقول لكم. دي كده الازازه ديت انا حاطه فيها الايه الخلطه اللي انا هنضف بيها، وهقول لكم دي عباره عن ايه. دي عباره عن كوبايتين ميه، وحط عليهم كوبايه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من الصابون السائل، وحط عليهم نص كوبايه من السبرتو اللي هو السبرتو الاحمر او ابيض، يعني انا كنت مستعمله اللي هو الاحمر. بعد كده برجهم مع بعض وبحطهم في بخاخه زي ما احنا شايفين ايه كده. بس كده. فدلوقتي انا هنضف ايه معاكم يعني جزء كده من المرايه ديت. يعني هقول لك برده هنستخدم ايه هنا. هوت اللي انا هنضف بيه بقى اللي هو يعني ما يخطرش على بالكم اللي هو الكيس. اذا انا هنضف بكيس، طب ازاي يعني؟ بصراحه بيدي نتيجه كويسه جدا جدا. انا مجربيه يعني، وان شاء الله كده هتدعي لي على الفكره ديت، لان هي بصراحه جميل جدا، وهنجربه مع بعض ايه دلوقتي عملي يعني. ممكن برضو بعد التنظيف بالكيس هنستخدم ايه حاجه. ممكن ان انت تستخدمي يعني منديل ورق عشان يعني تلمعي بيه في الاخر خالص، او ممكن تستخدمي زي انا ما هستخدم كده اهوت. ممكن برضو تستخدمي اي بادي كارينا عندك يكون قديم، تاخدي الكم بتاعه وبتطبقيه كده اهوت. ده كده بادي كارينا واخده منه الكم بتاعه، فبطبقه كده اهوت، وبعد كده هنستخدمه النهارده هلمع بيه الازاز. طبعا بادي يعني الكم ده اهوت ناشف ايه معايا. دي كده حبايبي المكونات كده اللي انا ايه هحتاجها. يبقى هنحتاج اللي هو كم من البادي يعني اي بادي عندك او اي حته تكون ناعمه يعني كيس الخلطه اللي انا قلت لكم ايه عليها دلوقتي. يلا نبدا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف ايه مع بعض كده اهوت. فانا هبدا اللي انا ارش كده اهوت. شايفين شايفين. نعم. هبدا بقى بالكيس كده اهوت، هبدأ اللي أنا ألمع إيه بالكيس. الكيس بصراحة يعني بيدي نظافة جميلة جدا جدا. شايفين كمان يعني هتلاقوا فين الرش اللي انا كنت رشاه، هتلاقوه كمان يعني الكيس امتصه يعني مفيش يعني شايفين. شايفين اللمعه بيدي يعني بصراحه الكيس مع الخلطه اللي انا عملتها بيدي نتيجه رهيبه جدا جدا. هنقعد بقى ايه بعد ما عملت بالكيس، هبدا بقى ايه اجيب ايه اللي هو الكم بتاع البادي وابدا اللي انا المع بيه. يا وحط كمان عليه على الملمع الازاز ده اهوت، حط عليه معطر. المعطر ده بيبقى موجود عند بتاع المنظفات، بتبقى ازازه كده اهوت، كنت حاطه منها ملو غطا بريحه الياسمين. نعم كده هو. شايفين النتيجة يعني انا صورتها معاكم عملي، بصراحة يعني بيدينا نتيجة رهيبة جدا جدا في التنظيف كمان. نعم.
اتمنى حبايبي للفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان البراكي ومنادى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم يا ريت اللي انتم تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا وما تنسوش كده حبايبي اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، يا ريت كده تكتبوا لي تعليقات وتقولوا لي رايكم ايه كده في يعني في الفكره بتاعت النهارده، فكره الكيس اللي احنا نستغله ونستغل الاكياس ونلمع بيها كمان نستخدمها في التنظيف. يعني بصراحه الفكره عجبتني جدا، يعني بصراحه يعني مره كده جت في بالي وانا عماله بنظف، جت معايا بالصدفه بصراحه، ورحت واخده الكيس ورحت يعني منظفه بيه، ف يعني اتذهلت بصراحه بالنتيجه بتاعته وبالنظافه اللي هو ادهالي. عشان كده حبيت ان انا اصور لكم يعني المقطع دهوت واوريكم برضو الفكره. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم حنان الوراكي ومنى ده وفتحي.